لازم اطلع فاصل عشان كمان اقول خبر سعيد لمشاهدين صدى البلد، لمشاهدينا الكرام في كل مكان، خبر مفرح ومبهج بعد الاخبار الكئيبه اللي احنا عمالين نسمعها. كل التهنئه لصدى البلد، قناه صدى البلد حصلت حصريا على بث واذاعه مباراه الاهلي وروما اللي هتقام في دوله الامارات العربيه يوم 20 ان شاء الله من هذا الشهر. إذن هتكون حصريا هنا على صدى البلد، كابتن احمد شوبير. طبعا صدى البلد حصلت على حق الحصري لبث هذه المباراه على الهواء مباشره، وكل ما يتعلق بهذه المباراه وكواليس مباراه الاهلي وروما ده خبر مفرح بالنسبه لنا. هي دي صدى البلد، انه بدل ما تروح فين وتروح ايه وتلاقي مش عارف مين، لا تلاقي هنا صدى البلد عندك مباراه الاهلي وروما الايطالي المباراه المرتقبه. محمد صلاح طبعا هيشارك مع فريق روما الايطالي اللي هتقام في دوله الامارات العربيه يوم 20، فالف مبروك وكل التهنئه ايضا للكابتن احمد شوبير. يبدا من دلوقتي يشتغل، بقول له يلا عايزين نطلع بقى طلعه هناك بقى كلنا بقى نروح 24 ساعه كده ولا حاجه. الاستاذ محمد ابو العلين كمان يعني ياخد فريق عمل صدى البلد كده ونطلع عشان نعمل بقى احتفال كبير جدا يليق. انا اعتقد كمان استاذ محمد ابو العنين اللي انا بشكره وبحييه لانه كان عنده اصرار كبير جدا المباراه دي تحديدا تحديدا تكون هنا لاسباب هتبقوا تعرفوها بعدين، ولكن مهم قوي صدى البلد تحصل حصريا على بس هذه المباراه اللي اكيد 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 في مصر وحول الدنيا كلها هيبقى المتابعه من هنا من صدى البلد. ودي قيمه صدى البلد دائما، تميز، انفراد، سبق، خبطات. عشان كده بقول لكم بيقعدوا بقى يصوصوا. اطلع فاصل.